دريس اليوم 3 بوان لاسبيرونس بصراحه يعني انتصار مستحق ودريس المحيرسي سبيسيالمون كالعاده في الماتشات الاخرانيين شفنا روندمون امبيكابل الحمد لله جاو 3 بوان معناها عملنا 3 بوان مين في كونتر جيبس في المطويه وزيد اليوم زدنا اكدنا اللي معناها العثره كونتر جرجيس هذيك كانت معناها عثره والحمد لله الحمد لله كملنا في الريتم هذا وختمنا معناها الفاز عليه بالكدا ان شاء الله توا نركزوا على الفاز روتور ناخذوا راحتنا بالكدا ونعاودوا نحضروا فاز روتور بالكدا عندنا الكوب زاده باش نحضروا له ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب ان شاء الله ادريس حتى من العرافه ولا يحكيوا في الكره شنو تجاوب؟ عرافه العرافه هي. قالوا الترجي بعيد على البطوله ويمكن قريب للكاس هو سي اس اس والله انا مسلم خويا ونمن كان بربي ما نمنش بالحكايه هذوما فما شيء ما هبله اللي يؤمنوا بهم خلينا نحكيو على المنتخب وعلى الشان دريس المحيرسي كيفاش يراح حدود المنتخب ان شاء الله ربي معاهم اللي مشاو الكل ان شاء الله معناها يهزونا ريوسنا ان شاء الله يرفعوا الراي الوطني ان شاء الله ربي يجيبهم في السويب ان شاء الله يعملوا ريزلتات بيه ان شاء الله